موجز أخبار الثامنة مساء، أهلا بكم. نبدأ من العاصمة الإماراتية أبو ظبي التي أكد فيها رئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي على ضرورة مواجهة مساعي التدخل في شؤون الدول العربية. في العاصمة العراقية بغداد صوت مجلس النواب العراقي على قرار يلزم رئيس الوزراء حيدر العبادي بنشر قوات بالمناطق التي استولى عليها الأكراد منذ العام 2003 ميلاديا عقب قيامهم بإجراء استفتاء على الانفصال. كان أكثر من 5 ملايين ناخب توجهوا إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء على انفصال إقليم كردستان العراق المكون من 3 محافظات رئيسية هي إربيل والسليمانية ودهوك. اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن الاستفتاء الذي أجراه الأكراد العراقيون حول انفصال إقليم كردستان مرفوض، مشددا على أن بلاده لا تعترف إلا بعراق موحد. أعلنت إيران أن الحدود البرية مع أقليم كردستان العراق لا تزال مفتوحة لتتراجع، بذلك عن تصريح سابق للمتحدث باسم وزارة الخارجية. كان الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أعلن أن بلاده أغلقت حدودها البرية والجوية مع كردستان العراق بطلب من حكومة بغداد. قال متحدث باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية أن الحكومة ستعقد اجتماعها الأسبوعي الاثنين المقبل في قطاع غزة، وذلك بعد إعلان حركة حماس موافقتها على حل اللجنة الإدارية استجابة للجهود المصرية. قال متحدث باسم الخارجية السودانية أن بلاده ستبذل مزيدا من الجهد لتطبيع علاقاتها بشكل كامل مع الولايات المتحدة عقب إعلان واشنطن رفع السودان من قائمة الدول التي يحظر سفر رعاياها إلى الولايات المتحدة. افتتح رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين أحمد أبو هشيمة ووزيرة التضامن الاجتماعي غدا والي ومساعدة وزير الداخلية لقضاء حقوق الإنسان والمشروعات دار أقدار لذوي الاحتياجات الخاصة بعد الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفاءتها. تعد دار أقدار المحطة الأولى في المبادرة التي أطلقتها مجموعة حديد المصريين ووزارة الداخلية منذ شهرين من أجل إعادة تأهيل دور رعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين بجميع أنحاء الجمهورية. تعتمد هذه المبادرة على توفير كل الإمكانيات المعيشية التي تساعد النزلاء على حياة أكثر استقرارا وتلقي البرامج التأهيلية اللازمة. احنا شغالين في مبادرة القرى الأكثر احتياجا بقالنا حوالي 3 سنين، ودلوقتي في مبادرة دور الرعاية الأكثر احتياجا. المثلث الذهبي هو الأساس في الموضوع. المثلث الذهبي بيتكون من الدولة متمثلة في وزارة الداخلية، جمعية أماني الخير متمثلة في الجمعية الخيرية اللي هي بتتبناها وزارة الداخلية، وحديد المصريين كقطاع خاص. احنا بنشوف الدور الأكثر احتياجا الأول، وعشان كده تم اختيار دار أقدار. يمكن حضرتك شفت في الفيلم التسجيلي الظروف المعيشية الصعبة اللي كانوا عايشين فيها، وطبعا هي بيزداد عليها ان كل الناس اللي فيها من ذوي الاحتياجات الخاصة 107 حالة. وصلنا الى الختام، في امان الله.